أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يوجد الآن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم استراق للسمع؟ لأنه في كتاب التفسير للصف الثاني المتوسط في تفسير سورة الجن أنه لا يوجد استراق للسمع بمجرد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قل استراق السمع، وحرست السماء بالشهب وقل استراق السمع بخلاف ما كان في الجاهلية، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فقل استراق السمع بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يقع للابتلاء والامتحان. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يسترقون السمع ويأخذون الكلمة الواحدة ويكذبون معها 100 كذبة حتى يصدقهم الناس بسبب الكلمة التي سمعت من السماء. هذا مستمر لكنه قليل ولله الحمد، باطل. نعم.